معنا مشاهدينا من العاصمة بغداد مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، أهلا بك معنا. إذن الأوضاع الانتخابية كيف سارت اليوم في العاصمة بغداد؟ نعم روناك، قبل ساعة تقريبا من الآن أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد أن كانت قد افتتحت صباح هذا اليوم عند السابعة صباحا. لحد الآن ليس هناك من في هذه، خاصة أنه في هذه الأثناء يتم إرسال البيانات الخاصة بصناديق الاقتراع للتصويت الإلكتروني إلى المركز العام للمفوضية، فلم تتوفر لحد الآن أرقام رسمية من المفوضية. هناك تسريبات حول نسب المشاركة من مفوضية الانتخابات في المركز العام في بغداد. هذه المصادر تتحدث عن نسبة 32% من العراقيين شاركوا في هذه الانتخابات. هذه النسبة تعتبر ضعيفة قياسا بالتوقعات التي كانت لهذه الانتخابات ولنسب المشاركة. على العموم الانتخابات تعتبر ناجحة من الناحية الأمنية، خاصة الخطة الأمنية التي وضعتها القوات العراقية لحماية الانتخابات، خاصة بعد التهديدات التي كان تنظيم داعش قد هدد فيها المخترعين والمرشحين للانتخابات. الخطة الأمنية تعتبر ناجحة، لم تسجل هناك خروقات أمنية أثرت على سير العملية الانتخابية. الأوضاع الأمنية كانت جيدة وانتهت بنجاح. من الناحية اللوجستية ومن الناحية الفنية ظهرت بعض الإشكالات خلال هذا النهار في مختلف مناطق العراق، خاصة مع استعمال أجهزة التصويت الإلكتروني لأول مرة. ظهرت هناك بعض الأعطال في أغلب المحافظات. حسب حديث المفوضية أنه تم تجاوز هذه الأعطال وتم تصليح هذه الأجهزة واستمرت العملية. ما يؤشر أيضا خلال هذا النهار والحديث الآن حول الذي يجري حول نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات العراقية، هناك مؤشر مهم ظهر خلال هذه المصادر التي أوردت هذه الأرقام، أن المحافظات التي كانت تشهد احتلالها من قبل تنظيم داعش هي سجلت أعلى نسب في المشاركة، تراوحت بين 30 إلى 40%، بينما بغداد والمحافظات الجنوبية سجلت نسبا أقل في المشاركة بين 20 إلى 30%. كان هناك تفاوت كبير في العاصمة بغداد بين جانبيها الشرقي والغربي، حيث سجلت في الكرخ نسبة لا تتجاوز 20%، بينما الجزء الغربي منها 40%. هذا التفاوت كان يعود إلى دعوة بعض رجال الدين أتباعهم للمشاركة في الانتخابات. نحن ننتظر في هذه خلال ساعة أو أقل من ساعة أن تصدر المفوضية بيانا رسميا، نعم، والرقم الرسمي لنسب المشاركة في مختلف المحافظات العراقية. كما تجري الآن أيضا عملية نقل البيانات من مختلف المحافظات عبر الأقمار الصناعية. من المؤمل أن تستمر هذه العملية لأربع ساعات قادمة. خلال هذه الأربع ساعات سوف يكون هناك أرقام أولية تظهر. نعم، شكرا جزيلا لك لمراسلنا من بغداد وسام يوسف.